المرض النفسي ليس مرض فرد، لا بل هو يؤثر على العائلة ويؤثر على الجيران ويؤثر على المجتمع. ولذلك العلاج للاضطرابات النفسية ليس فقط دوائي، بل يشمل العلاج بجلسات عن طريق الحديث مع المريض، ويشمل العلاج الاجتماعي بلقاء العائلي. وأحد طرق العلاجات النفسية عن طريق الجلسات والحديث مع المريض يسمى العلاج السلوكي المعرفي، والذي يستعمل في حالات كثيرة من الاضطرابات النفسية كالاكتئاب والقلق والخوف والوسواس القهري وغيرها. وهذا يكون عن طريق جلسات فردية أو جماعية تستمر كل جلسة بين 30 إلى 60 دقيقة، وبمعدل جلسة واحدة كل أسبوع وأحيانا كل أسبوعين. وعدد الجلسات يتراوح بين 8 جلسات إلى 20 جلسة. ويهدف هذا العلاج إلى تغيير المفاهيم الخاطئة عند المريض النفسي، وكذلك التغلب على الدفاعات النفسية أو الحيل النفسية الدفاعية غير الصحية كالتبرير والمبالغة الزائدة وغيرها. وبناء عليه فإن الأساس في العلاج السلوكي المعرفي هو توضيح العلاقة بين طريقة التفكير والشعور والسلوك. فإذا استطعنا أن نغير طريقة التفكير فإن الشعور يتغير، وإذا استطعنا أن نغير السلوك فإن الشعور يتغير. ولذلك نهدف دائما إلى تعديل الأفكار الخاطئة عند المريض، وبالتالي حتى يستمر في حياة سعيدة بعيدة عن التفكير السلبي والاستنتاجات الخاطئة والمبالغة وغيرها.